دفعت الراية البيضاء مشاهدينا، فتحت البوابات، اندفعت الأفراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على كأس اليابان. الفئة الثالثة نتابع هنا الانطلاقة القوية، صنصة فلاش في المركز الأول، فيما عتادة تتابع في المركز الثاني، شيهانا في المركز الثالث، وموتشاتشا أونو في المركز الرابع. في هذه انطلاقة آيس دانسينج في المركز الخامس، إذن المتابعة من عازفة في المركز الخامس وآيس دانسينج في المركز السادس، فيما الانطلاقة السريعة لابنة ميسون صنصة فلاش بقيادة صباح الشمري، والمتابعة من عتادة ابنة سبينيش ستيبز في المركز الثاني، قادمة موتشاتشا أونو في المركز الثالث، فيما القيادة مع صنصة فلاش وعتادة خير العتاد، عتادة قادمة في منافسة قوية. وكأس اليابان الفئة الثالثة في الميدان السعودي، صنصة فلاش لا زالت تقود الشوط بقوة بعناية، عتادة قادمة تتقدم الآن للمركز الأول، عتادة بكل قوة، عتادة ابن سبينيش ستيبز، والدخول ياتي لكأس التريفة. أهلاً لك ستاريفا، كأس اليابان الفئة الثالثة في الميدان السعودي، ألف مبروك لسلطان بن فيحان المنديل.